تاني. لا لا يخرج يبات. طب معلش يا كابتن، دايما انا فاكر انت كنت انا معاك زمان في منتخب ناشئين، كنت ببات واطلع العب مع النادي الاهلي وارجع لكابتن فتحي تاني. طيب خلينا بس نروح لاستاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب وبقى بخير كابتن اسلام والاستاذ الكبير استاذ فتحي وكابتن شريف، كل سنه طيبين. كل سنه طيب يا فندم، كل سنه طيب. كل سنه طيب استاذ محمد. طبعا بعد تاكد هبوط النجوم خلال هذا الموسم، ويعني طبعا النجوم من الفرق اللي ادت مباريات جيده، ولكن سوء الحظ وعدم ترتيب جدول الدوري، اشياء كثيره جدا نقدر نتكلم فيها، ولكن في النهايه هبط النجوم هذا الموسم. ولكن انا عارف ان حضرتك عامل خطه عشان السنه الجايه ان شاء الله يعود النجوم مره اخرى. طيب كابتن اسلام، خليني ننأى بنفسي عن موقفنا كنادي النجوم، سواء هبطنا او بنستعد كل نعم. خلينا نتكلم في الموقف الحالي اللي هو بيهم. اتفضل يا فندم. اللي هو فعلا عليه ضغط كبير جدا، ولازم نعترف ان احنا في مأزق كبير جدا. نعم. كلنا، مش اتحاد الكوره ولا نادي الاهلي ولا نادي الزمالك، المنظومه كلها. نعم. خليني اخذك يا اسلام بعد اذنك. اتفضل يا فندم، اتفضل. انا هخش في اتجاه بعض البنود القانونيه اللي من وجهه نظري، وجهه نظر كل الناس اللي اطلعت معاهم على المنحه القانونيه، قد تكون سبب اساسي في ابطال، بالتاكيد ابطال او بطلان بطوله هذا العام. هقولها بسرعه، والبند اللي انت تشوف عايز تقول لي طب قول لي ده بينطبق علينا في ايه، هقول لك. ماشي. فهي مفهوم. مبدا واحد، مبدا المساواه وعدم التمييز، خاصه على اساس الثراء، هو احد المبادئ الحاكمه في النظام الاساسي للفيفا مادة 4. يعني ايه المبادئ الحاكمه؟ مبادئ الحاكمه اللي هي لا يجوز الاجتهاد فيها. الحكم من الفيفا ما فيهوش كلام. اللي هو الاساس. التمييز مهم جدا. تمام، اللي هي الماده 4. تلتزم الاتحادات والاعضاء. ثانية واحدة. اتفضل يا فندم. وطبعا كابتن فتحي معانا وكابتن شريف، لو في اي حاجه عايزين تسالوا. احنا عايزين نخليه يخلص نشوف الماده بالظبط كده. هو الماده 4 دي برضه هتبقى على الناس مطلوبه، ان احنا الناس تفهم برضه. طبعا الناحيه القانونيه ومبادئ المساواه، وخلي بالك هادي او هو ده اللي بيرتكن عليه النادي الاهلي في اتخاذه لمثل هذه القرارات اللي خدها في اجتماع امبارح. مساواه وتكافؤ الفرص لجميع الانديه، والمساواه وتكافؤ الفرص في اي مسابقه من المسابقات ايا كانت، لابد شرط من الشروط المساواه. هو معانا استاذ محمد يا جماعه ولا فصل؟ طيب لما يجيب بقى الحاجه ويجهز قولوا لي عشان نكمل. اتفضل يا كابتن فتحي. هو مبدا المساواه اللي هو بيتكلم فيه طبعا هو ده صح، ان انت ايه اي مسابقه من المسابقات على مستوى ده من لوائح الاتحاد الدولي، ان بتقول لابد يضمن العداله والمساواه بين كل الفرق المشاركه، سواء انديه او منتخبات بلاد، في اي مسابقه من المسابقات لازم العداله في كل شيء، العداله في التوقيتات، العداله في التغييرات، العداله في الراحات بين الفرق، كل الحاجات دي كلها لازم يكون في عداله وفي توقيتات. حتى لو مثلا هنلاقي بطوله افريقيا دلوقتي لما بتتلعب، هيلعبوا اول دور اللي هو الماتش الاولاني مصر، والماتش الثاني، الماتش الثالث في المجموعه كله الفرقتين بيلعبوا في نفس التوقيت. نفس التوقيت. طيب ناخد عشان العداله والمساواه. العداله والمساواه اللي هو ماده 4 اللي اتكلم عليها استاذ محمد الطويله. طب خلينا نكمل مع استاذ محمد الطويله رئيس نادي النجوم. اتفضل يا استاذ محمد. طيب اتفضل. احد الاهداف للاتحاد المحلي اللي هو الاتحاد المصري هو اداره اللعبه بما يحقق المساواه المدى 3 على 1. احد اهداف ايضا منع كل الطرق والممارسات التي قد تعرض نزاهه المباريات والمسابقات للخطر، مادة 3-14. رئيس الاتحاد، ودي مهمه جدا لان هنجلها، رئيس الاتحاد ملزم بالتأكد من تنفيذ أهداف الاتحاد ومن بينها الهدف اللي احنا أشرنا إليه عليه اللي هو تعرض المباريات والمسابقات للخطر. ده من أهم وظائف رئيس الاتحاد، أن يتأكد بنفسه من هذا الموضوع. نعم.
اتحاد الكره المحلي ملتزم في لائحته بعدم القيام باي نوع من انواع التمييز حتى وان لم يتضمن اللائحه بتاعته بخلاف النظام الاساسي الفيزا الاساسي للفيفا، التمييز على اساس الثراء. التمييز على اساس الثراء ده شيء مهم جدا ومتواجد عندنا في الدوري هذا العام. نعم. من اهم الحاجات اللي اتحاد الكره يلتزم بيها الا يكون هناك تمييز على اساس الثراء. لو عايز مثال قول لي. اساس الثراء اللي هو ايه الثراء؟ بمعنى ايه الثراء ولا الثراء؟ الثراء المادي. المادي الثراء الفلوس يعني ماديا يعني. طب يعني انا هديك مثال للموضوع. وده موجود ولا حضرتك شايف؟ طب حضرتك شايف موجود واحد اسباب المشكله. يعني حضرتك شايف كم ماده من المواد اللي موجوده او اللي حضرتك قلتها لنا دي بتؤدي الى ابطال بطوله الدوري زي ما حضرتك بتقول؟ من احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى بطوله الدوري. انهي واحده فيهم بقى فادي؟ لو عايز مثال لها، لو عايز مثال قول لي مثال، لو عند حضرتك مثال قول لي مثال. من احد المشاكل اللي ترتبط على العداله في المسابقه ان بعد اللائحه بتنص على ان كان من بدايه الموسم شروط المسابقه بتنص على ان الدوري هيقام بحكام مصريين. جه بعد كده نادي بيراميدز وهو نادي معروف عند الجميع انه من الانديه الثريه اللي عندها ثراء مالي، طلب حكام، فاضطر اتحاد الكره ان هو يغير القاعده اللي في الشروط وجاب حكام اجانب. انا كنادي ثاني او بلاش انا، اي نادي ثاني ما قدرش يطلب الطلب ده بصفه طول السنه لانه ما عندوش القدره اللي هي الثراء المالي. هنا اختل ميزان العداله. تمام؟ هنيجي بعد كده معلش انا مهلك عشان بس احنا بنقرا. اكيد اكيد انا عارف. طيب. الماده 108 بتحظر تغيير حكم سبق تعيين المباراه. يعني ايه؟ يعني لو انت عينت حكم لمباراه وجيت غيرته ده شيء محظور تماما في الماده 108. طب انت قلت الاول عينت الحكام بالقرار في شروط المسابقه وقلت الحكام كلهم مصريين، وجيت بعد كده غيرت الحكام كلها بالنسبه لنادي بيراميدز اصبح الحكام اجانب. نعم. مع العلم بان هنا في اختلال كبير جدا جدا في ميزان العداله. ما تقوليش ان الحكم هو الحكم. طيب. ده كواليتي وده كواليتي. بدليل إن, ان 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 وبعدين ده كمان الجوده بتاعت الحكم الاوروبي اللي بيحكم تحت معايير قويه جدا، وكمان اختلال ميزان العداله من ناحيه ثانيه، ان هنا حكمت بخمس ست حكام وهنا حكمت ب ثلاث حكام او اربعه. اذا ده اختلال واضح لميزان العداله. طيب. الماده 79 بيقول لك استفاده الفريق بعدم اللعب على ملعب خصمه يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرق. البند 5 من نظام وشروط المسابقه في مصر هنا محليا يعني. نعم. في شروط المسابقه في مصر عندنا بيلزم الانديه المشاركه في البطولات العربيه والافريقيه باحترام المواعيد المبينه بالجدول، ويحظر عليها طلب تغيير او تاجيل وهو ما لم يؤخذ به وتسبب فيما بعد بكل المشكلات المصدره الان. انت النهارده قلت الانديه دي عايزين تلعبوا في بطولتين وثلاثه اتفضلوا، ولكن مالكش حق لا التعديل ولا طلب التاجيل. احنا عدلنا واجلنا واجلنا المؤجلات وقعنا في الفخ. حاجه ثانيه، مين اللي استفاد يا اسلام ومعاك طبعا خبرائنا الجمال، مين اللي استفاد من مساله اللعب في اكثر من بطوله؟ هو الاهلي والزمالك، الانديه اللي هي عايزه تاخد مدخولات زياده وبطولات زياده من هذا المشاركه. طبيعي. ال 15 نادي ايه اللي استفادوه؟ ال 15 نادي ده ما بقاش عندهم نفس الفرص في العداله. النهارده في نادي كان بيلعب الاهلي والزمالك والاسماعيلي ضد بيلعبوا مباريات منتظمه ومعانا من الناحيه الفنيه الاستاذ فتحي نصير، في نادي ثاني يلعب مباراه ويقعد شهر كامل منتظر المباراه الثانيه. هل يجوز هذا فنيا يا استاذ فتحي؟ لا 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 لا. طيب.
محكمة الكاس أعطت الاتحادات المحلية الأحقية في وضع لوائح دون أن يحق لمحكمة الكاس التدخل فيها. شايف قمة العدالة. أنا كمحكمة الكاس حط اللوائح مش هتدخل فيها، ولكنها استثنت من ذلك عدة حالات من بينها انطواء القاعدة على تمييز. وإحنا كل اللي بنتكلم فيه ده إسلام تمييز. يعني حتى لما نروح لمحكمة يقول لك أنا ما تبنيش حد يحط القواعد اللي هو عايزها. لكن لما نيجي عند حتة التمييز يقول لك لا استنى، اتحاد محلي مش من حقك تعمل أي حاجة فيها تمييز. تمام. هناك حكم قضائي لمحكمة الكاس يقضي بعدم حقية الاتحاد المحلي بتغيير قواعد المسابقة دون أن يسمح للأندية المشاركة بوقت كافي لتوفيق أوضاعها. يعني أنت لما جيت قلت مثلا إن أنا خلاص وافقت غيرت في القواعد أهو، قلت أنا وافقت ليه بيراميدز إنها تجيب حكام، واللي عايز يجيب حكام يجيب حكام على ده أنت غيرت شروط المسابقة اللي أنت بدأت عليها. نعم. بيقول لك بقى مش من حق الاتحاد، ده حكم قضائي من محكمة الكاس. عدم أحقية الاتحاد في تغيير قواعد المسابقة دون أن يسمح للأندية المشاركة وقت كافي لتوفيق أوضاعها. بمعنى ايه؟ انت قلت الكلام ده ولو تتذكر كابتن اللي هو المدير الفني للمقاولين عماد النحاس قبل العوده لما كان في الملعب فوجئ بحكم اجنبي علاء نبيل كابتن علاء نبيل الكابتن علاء نبيل النص هنا بيقول لك عدم تغيير قواعد مسابقه دون ان يسمح للانديه المشاركه بوقت كافي لتوفيق اوضاعها. طيب انت انا فوجئت براجل في الملعب. الحاله دي بتقول لك ايه؟ طب انا ما ممكن كنت ممكن اروح للراعي بتاعي اقول له معلش يا نبي شوف لي 5 مليون جنيه عشان عايز اجيب حكام. فانت ما اديتنيش فرصه. انت القانون بيقول يعني عدم تغيير اي قاعده دون ان تعطي للانديه الحق في كلام مهم جدا طبعا. طبعا. يعني انت ما بتديش الوقت الكافي لتوفيق اوضاعي، هجيب فلوس منين؟ تمام. انت خليتني لطمت على خدودي كنادي وعلى سبيل المثال للمقاولين وخلاص مشيت في المصري مشيت في المصري مع احترامي تماما للحكام، بس ده اختلال لميزان العداله. هو عموما يعني انا مش عايز هي احكام كتير انا من وجهه نظري، لكن انا هطلع لنقطه ثانيه مهمه معاك اللي هي المشكلات اللي احنا بصددها الان. انا هطرحها كمجرد اسئله برضه. اتفضل. خلينا اول حاجه ماذا بشان اللاعبين المعارضين؟ ما هو ده الكلام اللي احنا كلنا بنساله. يعني هل حضرتك مع كل الاسئله بسرعه؟ طيب. وانا عارف انك انت قلتها. اتفضل. لاعب افريقي مثلا بنادي بتروجيت. نعم. انتهى عقده. ولكن هو دلوقتي هيضطر طبقا للوضع ده يستنى لغايه 55 يوم. وبعدين اللاعب ده راح لنادي المقاولين اللي هو هيلاعب بتروجيت. انت تضمن منين؟ هو ما قالش راح انتقل لنادي المقاولين. تضمن منين؟ حقه اذا يلعب داخل مباراه لصالح نادي المقاولين او العكس. بالظبط. طيب اذا حضرتك استاذ محمد مع لو يعني بغض النظر عن مش بغض النظر الحقيقه ده كلام مهم جدا ده عايز له 10 15 حلقه نقدر نتكلم فيه اللي هي المواد اللي حضرتك بتعلن عنها دي لان عشان كده كلام مهم جدا لكن في النهايه هل لو الدوري كمل بهذا الشكل ومن وجهه نظرك هل حضرتك شايف انه يخلص قبل بطوله الامم ولا بعد بطوله الامم؟ بص هقول لك على حاجه. انت كنت بتسال الاستاذ محمود صبري سؤال وهو قال لك حاجه يعني انا اتفق معاه تماما فيه. ايوه فندم. وهي مرتبطه بلماذا تم تاجيل القرار ليوم الاثنين ترقبا لنتيجه المباراه المنتظره بين الزمالك وبين الفريق السود نهضة بركان المغربي نهضة بركان. نعم. انا هقول لك في توقعي الشخصي وجود محمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي والصلح الذي تم بينه وبين المستشار مرتضى منصور ده تقرير شخصي انا حر ان انا اقوله انا مقدرها يا فندم اتفضل قول اللي حضرتك عايزه وبين المستشار مرتضى منصور ودعوته لانه يكون في قلب المباراه والسماح للمستشار مرتضى منصور بحضور المباراه
بعد المباراة إن شاء الله في حالة فوز الزمالك الموضوع هيكون بودية جدا وهيكون القرار. طب ولا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله، لا قدر الله لم تحدث النتيجة المرجوة، لم تحدث النتيجة المرجوة، أنا تقديري الشخصي إن هنا هو بقى لابد على المهندس هاني أبو ريضة، لأن هو طبعا دي خلاص هي الدومنة قفلت، هتبقى لا ممكن، لا مش ممكن الأهلي بنعودنا عليه انه هيتراجع مهما كانت. لا لا يا فندم، الاهلي بعت رسمي النهارده لاتحاد الكوره، خلاص ما لا مجال للكلام ده، يعني خلاص بقى اللي جاي ايه؟ ما انا بترجم لك، انا بقول لك، انا بقول لك الحالتين. يا فندم لا مجال لتراجع الاهلي، ومعرفتنا بشخصيه المستشار مرتضى منصور يعني الحاله الوحيده اللي هو قد يوافق انه يلعب قبل فرحه الفوز بالبطوله وال الوعود الحلوه. طيب يعني بعيدا عن كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، مصلحه كره القدم المصريه انتهاء طبعاً. انتهاء بطوله ال... اتكلم وفتحي بن صير المدير الفني السابق لاتحاد الكره موجود ان فنيا لا يجوز ولا كده. تمام، هو بس هو ده، هي دي النقطه المهمه، انا بتكلم من الناحيه الفنيه. هل مطلوب من النادي الاهلي، اسمعني فيدي، اتفضل يا فندم، هل مطلوب من النادي الاهلي اللي اتهم السنه اللي فاتت بان هو كان فاتح مستشفى في الجزيره، الجيزه، في النادي في الجزيره، نعم في الجزيره، ولا احنا مطلوب ان الاهلي يفتح فرع جديد للمستشفى؟ ازاي انت عايز، كان السبب الرئيسي تلاحم المواسم بالظبط، ازاي انت عايز تعمل تلاحم موسم جديد وتحط لي اللعيبه تصاب، واللعيب النهارده ما بقاش ب 100,000 ولا بمليون ولا بخمسه، اللعيب النهارده وصل ل 150 مليون. فاذا طبعا لا، انا مع قرار ان لابد تنتهي قبل نهايه الموسم، قبل الامم الافريقيه، قبل بدايه الامم الافريقيه. نعم. اتمنى بقى المهندس ثاني ابو ريده ان هو النهارده، معلش هو بيقول الو معايا، مع حضرتك يا فندم بسمعك، اتفضل. المهندس ثاني ابو ريده طبعا كلنا بنقدره ومحترمين جدا جهوده وخاصه على المجال الدولي. النهارده المهندس ثاني ابو ريده بيقول ان هو يعني تعب وزهق من ال العمل العام. نعم. فلازم نوجه له رساله باشمهندس، حتى لو كان هذا قرار في داخلك او تنوى انك انت تنفذه، لا، لازم ترتب البيت وتسلم البيت باحسن صوره. نعم. مسابقات ونظم وقواعد علشان مصر الناس تفتكر. عند حضرتك حق 100%. عند حضرتك حق 100%. شكرا جزيلا يا فندم. لا يا فندم، شكرا جزيلا استاذ محمد الطويله، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اذا نادي النجوم بينضم الى النادي الاهلي ونادي سموحه.